مدينة القباب الذهبية، المدينة اللي تستقطب كل عام أكثر من 50 مليون زائر، مدينة لا تنام نهائياً، مدينة كربلاء. هذه المرة حطينا الرحال في هذه المدينة، وبالتحديد بهذا الشهر، شهر المحرم الحرام، لأن نريد نعرف تفاصيل أجواءها وحياتها، وقررنا نزور أشهر الأماكن اللي بيها ونتعرف على العادات والتقاليد اللي موجودة بيها. رح نروح لأطراف المدينة. يوم بعد يوم أجواء الحزن بالمدينة تصير أكثر وأقوى، وبكل الشوارع والأزقة تشوف الرايات السود والناس تصير أكثر وأكثر. ومن مكان الثاني تشوف العادات والأشياء تتغير، لأن كل شخص يعبر عن حزنه لاستشهاد الحسين عليه السلام بطريقته. واليوم احنا انتقلنا لطرف ثاني في كربلاء، طرف المخيم. منطقة المخيم، المنطقة اللي صارت بها كل الأحداث بسنة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، هي من أقدم المناطق اللي موجودة بكربلاء، واللي نشوف فيها حرق الخيم بكل يوم 10 من شهر المحرم، لأن هاي المنطقة اللي انسبى بها آل البيت عليهم السلام، وصارت الفاجعة الأليمة. طبعا مثل ما تشوفون احنا حاليا بمنطقة باب قبلة الإمام الحسين. هاي البوابة هي البوابة اللي يتم دخول الزائرين من هنا، لكن الموضوع اللي بي اثناء توثيقنا لهذا المكان هو موجود هنا طرف المخيم. هذا الطرف اللي راح نحكي عليه اليوم، واللي يشوف تفاصيله مثل ما تشوف هذه اول المراسيم اللي يبدون بها، اللي هو بمجلس العزاء. لما دخلنا كربلاء شفنا انه بكل الاماكن تشوفون هذه الاناره الحمراء اللي هي تدل على الحزن، اضافه الى توثيقنا للاطراف اللي موجوده، وهذا الطرف هو طرف المخيم اللي هو مقابل باب القبله للامام الحسين عليه السلام، واللي راح نشوف فيه تفاصيل ثانيه. زيارة شهر عاشوراء خاصة لأهالي كربلاء، لا توجد هناك أي مواكب من خارج كربلاء، لا لشيء، إنما لتمتد على أكبر رقعة من عراقنا الحبيب. إحنا بالنسبة للشعائر انولدنا بها وما انقطعنا عنها نهائياً، حتى بزمن المنع من المنع بالسبعينات لحد 2003 إحنا نمارس كل طقوسنا. طرف المخيم ما يميزه عن بقية أطراف كربلاء موقعه الجغرافي. قبر الإمام الحسين في طرف المخيم، محلة المخيم.
بيت الإمام الحسين المخيم الحسيني، التل الزينبي في طرف المخيم محلة المخيم، إضافة إلى الفسطاط. وهذا الطرف يعتبر قديم جداً، حالة حال الأطراف الثانية اللي موجودة بالمدينة. والجميل بالموضوع من تشوف الناس شلون ينظمون نفسهم بشكل رهيب، وينطلقون لأداء شعيرة مهمة بالنسبة لهم، ويرددون بها أبيات شعرية خاصة بهم ومن شعراء المنطقة. مثل ما تشوفون احنا حاليا بمنطقه بين الحرمين، وهذا هو طرف المخيم حاليا يتقدم حتى يتوجه الى حرم الامام الحسين عليه السلام. طبعا مثل ما تشوفون الان اصحاب الرايات هم يتقدمون الموكب، هذه هي مراسيمهم وهذه هي العادات والتقاليد، انه اصحاب الرايات هم يتقدمون ومن بعدهم تكون الرايه اللي معرفه لهذا الموكب، وبعدها راح تكون الاشياء اللي يسموها الجوقات. هاي الجوقات مثل ما تشوفوها هم أهل هاي المنطقة، وأهل هاي المنطقة اللي هم يرددون ردات حتى يستذكرون بها الواقعة. بنفس الوقت نشوف أنه الكل راح يتجمعون. احنا حكينا عن الهيئات، وهذه الهيئات اللي هي تتجمع بالطرف الواحد وتنتقل حتى تسوي المراسيم. هذا المرسوم أو هذا الشيء هو أول شيء تنطلق به الأطراف، اللي هو من بعد ما يقدمون الخدمة ينطلقون من مناطقهم حتى يوصلون إلى الحرم الإمام الحسين اللي هو النقطة الأخيرة، ويبدون بشعيرة ثانية اللي هي المجلس الحسيني، حتى الكل تتجمع وفق نظام، ما أقدر أقول عليه نظام لأن هم بطريقة عشوائية يتنظمون من دون منظم، تلقاهم يوقفون بطريقة عجيبة مرة، كلش عجيبة. بالنسبة لقبة القاسي، هاي تعتبر ثاني قبة اللي صارت بكربلة، تعتبر رمز لسيدي ومولاي قاسم ابن الحسن يوم زفافة. يعني هاي تقريبا سنة 54 أو 55 صارت هاي القبة، يعني بداية الخمسينات صارت نزلت شعيرة قبة القاسم وزفة القاسم. راسي واقف مبتسم لكنها مجروحة، شفته خالي تدنى ويمي قعد صاحي ونحب يا عمه يا عمه. تأسست الهيئة بعد السقوط بعد 2003 زين، وتأسست بشباب المنطقة، كلهم شباب المنطقة المخيم. يعني كانت أعمارنا متوسطة، بس الحمد لله والشكر يعني صارنا 13 سنة 14 سنة بهالخدمة. وهاي الشغلة توارثناها عن آبائنا وأجدادنا، لأن إحنا بمنطقة يعني محط أنظار العالم كله على هالشيء، فهالشيء يعني لازم نكتسبه من آبائنا وأجدادنا. هاي شغلة وراثية من الأباء جتنا من الأجداد إلى وصلتنا للمستوى.
وعندنا شباب لحد الان يخدمون يدعمون هسه بعدهم مراعم صغار. هيئه ابناء المخيم الهيئه الشبابيه الخدميه بالطرف ضامه كل شباب المنطقه، والدعم مالتها ذاتي زين من الشباب الموجودين، دخل ونجمع كل من هالقد قاسم الله ونصير محرم نفتح الدخل زين ونبلش على حبه الله والامام الحسين. يعني احنا نسوي صندوق مال تبرعات اللي كنا ابناء الطرف ابناء الهيئه مال المخيم يلمون بيه ويدعمون ويسوون الله. عندنا يوم 10 يطوفون يوم لحد يوم 13 ضبط يعني انقطع الخدمه. اول يوم محرم تبديل الرايه نبلش توزيع، وراها يوم 3 محرم نبلش اليوم ثالث الامام ريوق وغدا وعشاء. هاي بنتي المعده والله احنا اغلب خدماتنا مثل ما تشوفون حضراتكم خدميه، يعني غدا وعشاء في سبيل انه نحصل الاجر والثواب من الامام الحسين فقط. يعني عندنا يعني طبخ، عندنا السله مال حمله لبيك يا حسين شاركنا بيها مال المتعففين مال كورونا، علاجات طبيه مرات تجينا وصفات تجينا من ناس، يعني هالقاسم الله بيناتنا اللي هالقاسم الله مطلعه. مشاركتنا بالطرف نخلص من هنا من التوزيع نباشر الدور نروح للطرف للردات. انه اريد تتربى الاجيال القادمه على هالتربيه وعلى الخطأ، لانه كرملا هي تبقى مدرسه لهذه الشعائر ان شاء الله. يعني احنا الشباب من يستمد قوته؟ يستمد قوته من الكبير. الكبير من وراه وظهره ويدعمه ويحفزه وواقف وياه ويدعمه، الشاب كل القوه عنده يقدر كل شيء يسوي. هسه احنا الحمد لله والشكر بمحرم مبلشين من ليله تبديل الرايه لحد يوم 13. بعد ما خلصنا تفاصيل طرف المخيم توجهنا لطرف ثاني حتى نشوف تفاصيله وعاداته بإحياء هذه الأيام، طرف باب النجف. في عام 1838 انطلق أول كرنفال باسمهم، وهذه المنطقة تعتبر تجمع للمناطق التجارية لأن ارتبطت منطقة باب النجف بعدد من الأسواق المحيطة بالحرم الحسيني واللي كانوا ينطلقون بأسماء أسواقهم، وهذه الأيام يتركون العمل ويتوجهون لإقامة ونصب سرادق توزع فيها الثوابات على الناس. الأطفال والشباب والشياب كلهم بمكان واحد يعملون ويتجمعون وينطلقون صوب إمامهم الشهيد، وبصرخاتهم العالية يخلون الناس كلها تنتبه عليهم وعلى الأبيات الشعرية اللي يرددوها أثناء المسير إلى المراقد المطهرة. الكوفة تسقى بالعرابين
تربع بالنجف هو من السبعة أطراف التي تكون مركز مدينة كربلاء القديمة منذ القدم، وهذا الطرف هو من أقدم الأطراف لأنه يقع في وسطهن. طرف باب النجف قلب بين الضوء، يعني الطرف الوحيد اللي تحوطه كل أطراف كربلاء. هذا طرف باب النجف قديم، يعني كلش قديم، أنا من صغير يعني أخدم بهذا الطرف. هذا الطرف يمتاز بأنه لم ينقطع ولا للحظة ولا ليوم ولا لسنة ولا لشهر خلال هذه السنوات الماضية وحتى خلال الفترة المظلمة، بحيث أننا تحولنا إلى مسجد أو جامع الإمام علي السلام في شارع الإمام علي، وأقمنا جميع النشاطات وتقديم الغذاء وتقديم العزاء والمواساة لآل البيت في كل المناسبات. احنا تعلمنا من الكبار، من كبارنا علمونا شلون ننصب اللالة، شلون نطلع الهودة، شلون نشكل الحاجة اللي نريدها، شنو معنى الهودة، شنو معنى التكية، الطبخ، نوع الطبخ اللي الطبخه، مو كل طبخ هو ينطبخ وكل طبخ ينوكل للحسين، لازم انت تطبخ احسن ما تطبخ اللي ببيتك. العزاء الطرف يطلع من هنا عزاء ساعة بالعشرة، نطلع من هنا نروح للإمام العباس، يطلع منا العزاء الإمام العباس، بعدين نروح للإمام الحسين، نقوم هناك بالأطمية بالإمام الحسين. طرف باب النجف مثل ما تقول احنا سابقا كانت بيوت، الآن بيوت قليلة، بس احنا الموجودة هي محلات، احنا اهل المحلات بوقت العزاء متعلمين بانه يعزل محله وينزل للعش ويشاركون بكل ما يملكون، من تروح له تقول له يا دفلاي ما يعترض، لانه هذا طرف مو طرف الي خاص ولا طرف الايمن، وانما طرف للكل. نشتغل من قبل محرم 20 يوم 15 يوم، يعني هي كل ما شغلته، يعني تبي الهودج قبل الهودج، ابو التكيه باللالات او شغلته واحد زي ستار الطيار على الطبخ، زين اني اللولب مال التكيه واللولب مال مشعل والمسواقم كلها علي من العراق وخارج العراق. ضمني عندك يا في هذا الطرف نقدم جميع الخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الخدمات وهذا الطعام عبر تاريخ هذا الطرف القديم والقديم جدا هي من مساهمة ومشاركة جميع الميسورين وغير الميسورين، كلا حسب طاقته وإمكانيته إما بالمال أو الجهد. يعني خدمة الحسين التوزيع، هل توزيع الطعام والشراب والماء نوزعه. وواحدة من الأشياء والعادات اللي موجودة عند كل الأطراف لما يوصلون إلى مرقد الإمام الحسين يكون عندهم مجلس عزاء. هذا المجلس يبدون يقرون به القصائد المشهورة اللي تنطلق منها. لا أمان ياخذي الغالي ويعذبن بوداعه، ياخذي الغالي ويعذبن بوداعه. هذا النص أبوي، هذا النص. هالزمان لا أمان ياخذي الغالي ويعذبن بوداعه، ياخذي الغالي ويعذبن بوداعه. والله حيف شن طيف عمري قضيته ويا اخوتي شن ساعه. حسين يا الناشد وينا هذا حسين راسه قاطع عينا، هذا حسين وصوابه بجبينه.